ببلادي. الإصرار على تحقيق أهداف الثورة والصبر والثبات في ساحات الاعتصام بالرغم من القمع الحكومي والميليشياوي للمتظاهرين السلميين بات النهج الذي يسير عليه المنتفضون في المحافظات العراقية ومنهم أبناء محافظة بابل. احنا سائرين على هذه ثورتنا، ثورة القمصان البيض، ثورة الشباب الأبطال، هم واقفين وياهم مرقص إن شاء الله. هاي ما شاء الله ما يزيدنا إلا عزيمة وشرف وإصرار. إلا هذا، لا مرض كورونا لا غيره ولا غيره، أبد مستمر إن شاء الله بهاي ثورتنا. يعني مستمرين بثواتنا، مستمرين بكل خطواتنا التصعيدية تجاه العراق، تجاه الأحزاب الظالمة السارقة لحقوق الناس. ويؤكد متظاهرو بابل على مطالبهم بإسقاط النظام بكل رموزه ورفض جميع مرشحي الأحزاب السياسية لرئاسة الحكومة. الحلول متاحة للجميع ومعلومة للكل بما فيهم الكتل السياسية ورئيس الجمهورية، ألا وهي تشكيل رئيس وزراء غير جدلي للمرحلة الانتقالية. هذا أحد الحلول اللي طارحها الشارع والشعب العراقي والجماهير المنتفضة. بعد تشكيل الحكومة من المرحلة الانتقالية يدعون الانتخابات المبكرة والمصادقة على قانون الانتخابات وحل البرلمان. لذلك اليوم أفضل حل هو المصادقة على قانون الانتخابات اللي مرفوف على الرفوف داخل البرلمان وبدوائره المتعددة، وكذلك حل البرلمان للذهاب إلى انتخابات مبكرة التي ستكون مفصل لهذه الثورة. ويرى الثوار في محافظة بابل أن التغيير الذي ينشدونه لن يكون إلا بالتضحية والعطاء، عطاء يبدأ برفع الصوت والتظاهر ضد النظام الحاكم ولا ينتهي بتقديم الدماء والشهداء فداء للوطن.